ثمن إطاءة. هذا هو الصالون، صالون كبير تسع هنايا يجي عندك العائلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جبرتوني في الحمامة. كاين واحد جوج بارطمنت واحد الصديق ديالي كيتباعو قرابين من هنا، باقيين جدادين يعني جديد. لاسونسور عمارة باقا جديدة. خليكم مع الفيديو حتى اللخر باش تشوفيه، باش نوريكم العمارة في الجو. هذه هي الدخلة للعمارة. هذا لاسونسور، ديزاين العمارة، شي حاجة في المستوى. خليكم مع الفيديو حتى اللخر باش نصورها لكم. باقا دوزيام ايطاج وباقا تروازيام ايطاج، باقا 71 متر و 75 متر. شوفوا الفيديو حتى اللخر. الدخلة للبارتمان الأولية هي هادي، هادي المساحة ديالها 85 متر. هانتوما كيما كتشوفو ديزاين جديد، فينيسيون، سبوطات، ليت، فينش عندكم الطون. هانتوما باش تشوفو سراجم إلكتري، يعني كيطلعو ثمن إطاءة. هذا هو الصالون، صالون كبير تسع هنايا يجي عندك العائلة. المدار فيه 85 متر. البيت الأولاني، بيت كبير، عندو واحد البلاصة هنايا تقدر ديرلو بلاكار، يجي بلاكار مزيون، كلشي جديد. باقا بالميكا، عمارة باقا جديدة نوفو، تباعت كاملة، بقاو جوج دالبارتمات بالثاني، بقات هادي 71 متر. دوشة ديالها كبيرة، هانتوما داك الورد ديالها. هادي كوزينة، هادي 85 متر. الثمن عتبرو في الاخر الفيديو ولا في صندوق الوصف، في صندوق الوصف. الا ما جبرتيش الثمن، الا ما جبرتيش الثمن في الفيديو في الاول، الفيديو ولا في الاخر، عتجبرو في صندوق الوصف. الثمن عن كتبو ولا في العنوان. ديكلاراسيون 100%، تصريح كامل، ما كاينش النوار. كيديك عندك متعة التلفازة من هنا، متعة التلفازة من هنا. هذا الصالون، كاين لاسونسور كيما شفتو في الفيديو الاولاني. خليكم مع الفيديو باش نوريكم بارتمان الثانية. هادي لقيتوني في بارتما الثانية، كاين واحد الصاجة من هنا. الدخلة هي هادي، الصالون هو اللي قبلتنا بالليد بالسبوطة ديالو وكلشي. الموطا ديال التلفازة كاين هنايا، مضوية ومشمشة. على يدنا اليمين كنجبرو البيت الأولاني. هانتوما ديزاين جديد، فينيسيون، كلشي باقي جديد. بيس الثاني على يدنا الشمال، قطعة التلفازة، بيس كبير، ديزاين جديد، فينيسيون، شي حاجة في المستوى. دوتشا هادي، كوزينة زي كبيرة، دوم مفيهاش. كاين الضو، هذا باش نصورو، كاين واحد الكونوار تقدر تسمى السخان ودير النبيرة. الكوزينة هي هادي، لا إضاءة بلا تا شي حاجة. الكوزينة هي هادي، شي حاجة في المستوى. كاين 71 متر وكاين 75 متر كيما صورت لكم فيديو الأولاني وهذا الثاني. هادو هما اللي باقيين، جاو في المستوى، عمارة جديدة.